لما يمثل اليمن من أهمية بالنسبة لدول مجلس التعاون. أما العراق فالكل يعرف أن هناك اتفاقية موقعة ما بين دول المجلس والعراق تعنى بتعزيز التعاون في شتى المجالات. العراق اليوم هناك جهد كبير في ربط العراق في جنوب العراق في شبكة الكهرباء الخليجية، هناك جهد مبذول، هناك افتتاح لمنفذ حدودي عرعر بين السعودية والعراق، وهذا المنفذ يمثل شريان أكد عليه العراق في أكثر من مناسبة أهمية العراق في توفير احتياجاته من خلال مجلس التعاون ما يحتاجه من سلع وخدمات.